نشاط الحكومتين خطر على الأمن القومي، تحذير أطلقه عضو مجلس النواب الأمريكي تيد بيد للتنبيه على التهديد الذي تمثله كلا من قطر وإيران على بلاده. عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي وبحكم قربه من دوائر مراقبة الأنشطة المالية المعادية لواشنطن، وثق مسارات تمويل الإرهاب من مؤسسات طهران إلى بنوك قطر إلى شرايين التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط. عضو الكونغرس المستاء على ما يبدو من موقف واشنطن المتساهل تجاه الدوحة، طالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتركيز على دعم قطر المستمر للإرهاب، ليس فقط دعمها المباشر للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الساحات الإقليمية، ولكن أيضاً دور البنوك القطرية كمحطة لإخفاء التمويل الإيراني للميليشيات الإرهابية في لبنان واليمن. تيد بيد الذي أعرب عن مخاوفه عبر مقال نشره موقع شبكة فوكس نيوز كتب فيه: نحن نعلم أن وصول إيران إلى العملات الأجنبية جزء أساسي من دعمها للإرهاب. علاوة على ذلك، فقد أعربت إيران مؤخراً عن دعمها الحكومة القطرية لتعزز مخاوفنا من أنشطة الحكومتين. النائب الجمهوري أشار إلى دعم إيران ميليشيا حزب الله اللبناني بنحو 100 مليون دولار سنوياً، وإمداد الميليشيا الإرهابية بأحد عشر ألفاً وخمسمائة صاروخ، فضلاً عن تدريب المئات من عناصر الحزب في طهران وتوفير خبرات تصنيع الصواريخ محلياً. نشاطات يرى فيها عضو الكونغرس تهديداً مباشراً على أمن بلاده القومي، ويطالب بإجراءات أكثر فعالية لحرمان الإرهاب من الدعم المالي والتقني الذي توفره كل من إيران وقطر للإرهاب في الشرق الأوسط. عينك على العالم.